اهلا بحضراتكم مره تانية في المحترف. كريم، بنخش في اجواء 2020 ويمكن عايزين نتكلم باستفاضه شويه على المباراه الافتتاحيه اللي اقيمت ما بين طبعا المنتخب الايطالي والمنتخب التركي. من طبعا لغه الارقام والاحصائيات طبعا انت مميز فيها جدا. هنتكلم على المباراه دي وفوز ايطاليا طبعا 3-0، يعني في مباراه اكثر من رائعه للمنتخب الايطالي. طبعا المباراه كابتن هاني نقدر نقول كانت من طرف واحد تماما، يعني الطرف هو الطرف الايطالي. المنتخب الايطالي قدر ان هو يستحوذ على مجريات المباراه بشكل كامل. يكفي ان انا اقول لك ان ثلاث لعيبه من ايطاليا سددوا اكتر تسديدات على المرمى من فريق تركيا بالكامل. بصراحه الارقام بتقول ما فيش اي مقارنه ما بين الفرقتين. يعني مثلا هو مثلا على الشاشه قدامنا الفرص، بنتكلم تسع فرص طبعا منتخب ايطالي، ثلاثة على المرمى. المنتخب التركي عمل هجمتين والاثنين ما قدرش هو يهدد المرمى فيهم. الاهداف المتوقعه او الاكس جي بنتكلم 1.9 قريب من هدفين، يعني 1.9 لايطاليا مقابل 0.3 المنتخب التركي. ده بيوضح لنا طبعا الفجوه الفنيه اللي كانت شفناها في المباراه. بالنسبه للاستحواذ 63-37 امر طبيعي ومنطقي. وطبعا التمريرات بنتكلم تقريبا الدبل، 669 تمريره كتوتال للمنتخب الايطالي مقابل 386 تمريره للمنتخب التركي. بصراحه كان المنتخب التركي ما راحش ملعب الاولمبيكو، ويعني ربما يكون يلمس بس هو الامانه الوحيد اللي كان بيحاول يعني يعمل شكل هجومي للمنتخب. برضه هنتكلم على المباراه دي على وجه التحديد طبعا باستفاضه لما نتكلم على التاتش سكرين.